أحقا قال الله؟ إنه سؤال المتشككين والجاحدين والملحدين أيضا، وهذا السؤال كان موجه من الحية الشيطان في سفر التكوين إصحاح 3 والآية الأولى. أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور. وهذه أول جملة نطق بها الرب في سفر التكوين إصحاح الأول والآية 3، وقال الله ليكن نور، وفصل الله بين النور وبين الظلمة. رح نعالج سفر التكوين إصحاح 3 في عدة أسئلة، ولسيما بتتكلم عن سقوط الإنسان في الخطية. أنا بدعوك أن تشاهدوا معي هذه الحلقة المهمة جدا لحياتك، ورح تكون سبب بركة، أكيد رح تستفيد منها روحيا. سأعود بعد هذا الفاصل القصير.